مرحبا بكم متابعي قناة توكي انجليش في هذا الفيديو الجديد. هلا، شفت كي تكون تهضر على بنادم ومن بعد فجأة تصيب وطبطب عليك في الباب؟ هذه ترى لي بزاف، وانا عارف اللي تراكم نتوما فاهم هنا فاش لف هذه السيتويشن نعبروا عليها بعمره طويله. نقولوا عمره طويله بصح في الانجليزيه يعبروا عليها بهذا الاكسبرشن، كان بزاف منكم يعرفوه على بالي. اي بصح معليش نهضروا عليه. هذا الاكسبرشن يقولوا له speak of the devil. speak of the devil هذا الاكسبرشن هو اختصار لجملة speak of the devil and he shall come. أخطرش بكري كانوا يأمنوا بلي once you spoke of the devil you might attract his attention and he will probably show up. هاي يما لاختاروا هذه العبارة كفاهم. speak of the devil is basically an expression that is used when you are talking about someone and they suddenly show up in front of you out of nowhere. Sibu bye bye. Thanks for watching. Please support me by subscribing to the channel, hitting that like button, and sharing the video.